low cost and eco-friendly salt gel method. بيتميز البحث بتاعنا بأنه بيقدم طريقة رخيصة وصديقة للبيئة في تصنيع الماجنتيك ماتيريالز، المواد المغناطيسية اللي بتستخدم في الدراج ديليفري. طبعا البحث بتاعنا أجريناه في معمل نانو تكنولوجي بكلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية، والطريقة اللي احنا حضرنا بيها دي طريقة جديدة ما تحضرش بها المركبات المغناطيسية قبل كده. وطبعا ميزة الطريقة في انها بتوفر في التكلفة وكمان صديقة للبيئة وغير ضارة، وبالتالي يمكن استخدامها بأمان في تطبيقات الدراج ديليفري في علاج السرطان والأمراض الخطيرة. فكرة الدراج ديليفري ماتيريالز هي ببساطة إن النانو ماتيريال بنحمل عليها المادة، النانو بنحمل عليها الدواء وبنأثر على المادة المغناطيسية دي بمجال مغناطيسي خارجي، نقدر نحركها لأي مكان في جسم الإنسان ونوصلها للمكان المصاب، وبعد كده تبدأ عملية العلاج عن طريق الدواء المحمل على المادة المغناطيسية اللي احنا حضرناها. بعد كده بنقدر نخرجها تاني بالمغناطيس من جسم الإنسان. طبعا بما انها الطريقة المستخدمة طريقة طبيعية وآمنة، فبالتالي نقدر نستخدم المواد المغناطيسية المنتجة منها بأمان في جسم الإنسان. طبعا المواد المغناطيسية اللي احنا حضرناها هي النيكل فلورايد اللي هي اكسيد النيكل والحديد بأحجام نانوية مختلفة، وبالتالي بتدينا فواص مختلفة. فواص طبعا بتاعتها بتعتمد على حجم المادة النانو، وفي البحث بتاعنا طبعا عشان نتأكد من الكلام ده كله درسنا التركيب بتاع المواد اللي احنا حضرناها، وكمان درسنا الفواص الضوئية واستنى الفواص المغناطيسية عشان نتأكد من قابلية استخدام المادة دي في الدراج ديليفري واستجابتها للمجال المغناطيسي الخارجي اللي هنقدر بيه نتحكم فيها ونحركها داخل الجسم. الطريقة بتاعتنا انها طريقة نقدر نعمل بيها ماس برودكشن، يعني نقدر نطبقها مباشرة في الصناعة، لأن يعني الطريقة رخيصة وفي نفس الوقت الأدوات المستخدمة فيها بسيطة، فنقدر نطبقها مباشرة في الصناعة ونقدر نحضر بيها أي مواد مغناطيسية أخرى تستخدم في نفس الغرض في الدراج ديليفري وفي صناعة بعض المستحضرات الطبية الأخرى. هي بتستخدم طبعا في الدراج ديليفري في أكثر الأمراض اللي هي بتستخدم في علاجها اللي هي طبعا مرض السرطان.